محطتنا الختامية لليوم، ويمكن رح نحكي عن موضوع كتير مهم. الورق هو مادة موجودة بين إيدينا، ممكن نسطر تجربتنا الحياتية من خلال الاطلاع على تجارب ووجهات نظر لمبدعين بالحياة. لكن وبعيدا عن هاي الغاية، أصبح هناك اليوم جانب آخر لاستخدام الورق، وذلك عبر إعادة تدويره ليدخل بمجالات أخرى بحياتنا، أما جمالية أو وظيفية، ممكن تفيدنا بتفاصيلنا اليومية. واليوم ضمن مهرجان البيئة الأول يلي شهدت حارة الزيتون بدمشق القديمة فعالياته وأنشطته، شكل الفن الورقيات حيز هام وجذاب للانتباه. وضمن مساحتنا الصباحية رح نتوسع أكثر بالحديث عن هذا الركن الإبداعي مع ألبا دكاك، مدربة بالأعمال البيئية فن الورقيات خصيصا. أهلا وسهلا فيك ألبا. أهلا صباحك. أهلا وسهلا فيك سيدة ألبا. يعني خلينا نتعرف من خلال حضرتك على مهرجان البيئة الأول ومشاركتك فيه. هلا بالنسبة للمهرجان البيئة الأول، دائما أنا كنت مشاركة مع مديرية البيئة أو وزارة السياحة بهيك مهرجانات. تتضمن الفعالية عبارة عن عدة مشاركات، كانت إن كان من مديرية السياحة كان عندنا شيوخ الكار بعدة مهن، إن كان الصدف أو الأعمال الخشبية. نحن كانت مشاركتنا كمان بأعمال تدوير، هي أعمال من الورقيات. كان في شغل طبعا صوف، عدة حرف يدوية صراحة. وكان ضمن المديرية كمان مدارس، مجموعة من المدارس اللي مشاركة بكرنفالات أزياء شعبية، كانت من خلالها هي من التوالف صراحة. كثير كان في أطفال بغاية الروعة بهذا المهرجان. كان في العرادة الشامية اللي هي كانت كثير عم تعطي جو حلو ضمن المهرجان. كثير كانت أجواء مبارح لطيفة ورائعة، في طيبة عالم ضمن هي الفعالية ومشاركتهم كانت كثير لطيفة، وفي دعم هيك بالنسبة للأشخاص المشاركين بهذا المهرجان بطريقة كثير حلوة. بنتمنى دائما وجود هيك فعاليات بشكل دوري. طبعا نحن رح نكمل حديثنا، لكن رح نروح سوا لمادة أعدتها زميلتنا نيرمين عمار يلي رصدت من خلال فعاليات مهرجان البيئة، منتابع مع بعض. بيئة تنمية إعمار لوطن الياسمين والغار، تحت هذا العنوان بدأت فعاليات مهرجان البيئة الأول في دمشق برعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئية، وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني بمشاركة أكثر من 130 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية البيئية والفرق التطوعية. احنا بهالحرب الكونيه اللي على سوريا يلزمنا كثير توجه حول المواضيع اللي تتعلق باعاده البناء واعاده الاعمار، بيناتهم اللي هو شيء مهم كثير اللي فعلا في كثير من الناس، يعني من اصل ثقافه اللي هي ثقافه الامور بتتعلق بجو البيئه اللي بيحيط بالانسان. نحن في سوريا نعتز بهذه المناطق القديمه الاثريه، وإن كان مشروع البيئة يخرج من دمشق القديمة ليقول انتبهوا، البيئة يعني صحة، الصحة يعني طول عمر، طول عمر معناتها مساهمة أكثر في تطوير هذا البلد. هذا المهرجان هو مهرجان توعوي بالدرجة الأولى، من خلال هالأنشطة وهالفعاليات اللي احنا أطلقناها بهذا المهرجان في حشود كبيرة عم تجي تتفرج على هالمهرجان وتعرف انه قديش البيئة إلى خصوصية، فلازم نحن نتعاون مع ونحميها ونساهم بالمحافظة عليها من خلال ترشيد استهلاك المياه، لأنه الكرنفال كمان ترافق مع حملة نظافة وحملة تشجير وحملة توعية بيئية حول ترشيد استهلاك المياه وترشيد استهلاك الطاقة. ورشة أو كادر فني مؤلف من ثلاث أشخاص، أنا وثلاث صبايا، جابونا الأطفال أفكار ونحن دعمناهم بالتصميم. هلأ المواد الموجودة عبارة عن أكياس نايلو، عبارة عن أناني بلاستيك، عبارة عن عبوات فارغة، عبارة عن ورق جرايد. فللفترة الأولى استصعبنا إنه ممكن نعمل فستان، سوينا فستان. رسالتنا بدنا نرجي نحن نعمل توعية بيئية لكل المجتمع السوري، إنه نحن عبارة
على انه هي التوعيه شامله، ما بصير تكبي شيء، معلش بنحافظ على كل القطع حتى لو كانت عبوات فارغه، بالعكس نحن بنشجع اولادنا انه فيك تعملي منا اي شيء، يعني من لا شيء ساوينا شيء. مشاركتنا في هالمهرجان كثير مهمه لنشر التوعيه الطاقيه للمجتمع. وفي برنامج يعني متبعينه ضمن 6 وزارات حيويه بيناتهم وزاره البيئه والاداره المحليه وبمشاركه وزاره الكهرباء، عم نسلط الضوء بالمجمل اهم شيء على استخدام الطاقات المتجدده الصديقه للبيئه اللي هي طاقه الرياح وطاقه الشمس وطاقه استخدام القنوات المائيه في 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 نشر ثقافه الوعي الطاقي للمجتمع. عم نساوي أعمال بيئية ومنهدف لإعادة تدوير البيئة ومنستخدم فيها المعالق والشليمونات وتصميم الأزياء كمان. إحنا منهدف فيها أعمال بيئية. إحنا منهدف من تصميم الأزياء لإعادة تدوير البيئة. أنا استخدمت تصميم الأزياء الشليمونات وورق الكورنيش لأنه بيعطي جمالية وفيك كمان تصمديه بالبيت يعني. المهرجان المقام في الشارع البيئي الكائن في حي الزيتون وضمن قاعة وباحات بطريركية الروم الكاثوليك ضم في يومه الأول كرنفالا بيئيا وعروضا فنية وبيئية ووطنية وتراثية وعروض أزياء من مواد طبيعية وعروضا رياضية ومعارض وورشات عمل بيئية وتراثية وزراعية وعرادة شعبية ومولوية ولقاءات توعوية. يعني ألبا، فكرة إعادة تدوير الورق أو ما يسمى بفن الورقيات إمتى بلشت وكيف انتشرت؟ هلا صراحة هي بديت صار لها أكثر من 6-7 سنين. تعلمت هاي المهارة أنا من سيدة اسمها زاغيك، هي سيدة عراقية ضمن المراكز الموجودة بالمنطقة اللي أنا بعيش فيها. فتعلمت بعد ما تعلمت هاي المبادئ الأساسية كتير حبيتها وحسيتها هي آمنت فيها صراحة. لما نحن منآمن بحرفة معينة منأبدع فيها. دراستي هي بالأصل فنون تشكيلية معهد، لما تعلمت هذا الشغل حسيت أنه ممكن يطلع منه كتير إبداعات حلوة وبدأت مرحلتي فيه صراحة بهذا الشغل من خلال تشجيع الأشخاص اللي حوالي اللي هن أهلي ورفقاتي، طبعاً بعدة مشاركات كمان من مديرية السياحة والبيئة اللي نالت كتير دعم كتير حلو صراحة من هي الجهات. دائماً هن بدعوة دائماً لإلي لحتى شارك معهم بهي الفعاليات. من هون انطلقت صراحة هذا الشغل وصرت حس إنه لازم دربه وعلمه للأشخاص للأطفال لمجموعة سيدات وصرت مدربة بهذا المجال ضمن البيئة اللي بعيش فيها ضمن الشام والحمد لله يعني أخذي رواج حلو الحمد يعني. لله. ألبا خلينا نتعرف على أنواع الورق اللي بتستخدميها بشغلك. هلأ بالنسبة للورق اللي بنشتغل فيه هو ورق جرايد، ممكن نشتغل كمان بالورق الملون بصناعة إكسسوارات. هلأ كل ورق له طبيعة محددة بإخراجات معينة. لما أنا بدي أشتغل ورق جرايد فلازم حتماً يكون في تلوين للمادة. هالقطعة اللي معنا من ورق جرايد؟ هلأ مثل هاي القطعة هي فازا، هاي كانت بداياتي صراحة، أنا كتير بحب هاي القطعة فدايماً إنه هي الرفيق يعني بأي مقابلة. هي مصنوعة من ورق جرايد طبعاً بتمر بعدة مراحل، أول شيء لف السنارة. هلأ ممكن إذا لأني ما عم بشتغل بإيدي ما أنا واضحة الصورة ولا بعض الأشخاص، بس هو كفن حالياً كتير عالم صارت تتعلمه، بيمرق بثلاث أربع مراحل. بعد ما نلف بالسنارة بناخد الشكل الإطار الدائري. المواد اللي عادةً نستخدمها هي مواد كتير بسيطة متوفرة عند كل ست بيت، والمادة اللاصقة هي مادة الغري لأنها مادة شفافة بتصير بيضة أو فيك تعتبريها ما لها لون باستنشاف، وبتمر بمرحلة التلوين حسب كل حدا وإمكانياته بتتم، وبعدين مرحلة اللكر لحتى نحن نشوف هذا الإخراج. طبعا يعني بيتطلب وقت، هو بس بده وقت منا مو أكثر.
يعني كمان هالاشياء الحلوه يمكن ميسان كل سيده بتقدر يمكن اذا اخذت المبادئ الاوليه بتقدر تعملها ببيتها وتضيف لمسه جماليه. يعني عم نشوف كمان جنب حضرتك في شيء كمان حابين نشوفه، لو تمسك لنا اياها لحتى نشوفها اكثر. شو هي؟ هلا من فتره صغيره دعيت بجمعيه نبض لافتتح دوره إلى علاقه بتدوير التوالف البيئيه، فاشتغلنا نحن على مبدأ أنه نحن إذا عنا قطع بالبيت هي قديمة وحابين نحن نطورها أو نعمل لها إخراجات حلوة، فخطرت ببالي فكرة أنه أنا إذا عندي قنينة حطت لها ورق هو عبارة عن كرتون مقسى، كمان في شغل جرايد، وبعدين جبت القطع اللي عندي هي تدوير، أنه مثلا سوارة عندي قديمة حطيتها هون، لزقنا زرار، حاولنا نشتغل على إخراجات فنية كتير تكون حلوة. يعني حتى الورق أو ورق كمان جرايد دخلتيه بإعادة التدوير؟ هي المنطقة هي عبارة عن ورق جرايد والمنطقة هاي. نعم. هلأ الباقي مثلا هو اعتمدنا على آلية البخ، أنا لما بخ القطعة بعطيها لون واحد برجع بعمل بعملية تعتيق بعتقها بلون ذهبي أو بألوان محددة بيطلع إخراجها حلو، خصوصا إذا ناسبت الصالون أو البيت. هي فيها ناخدها كدو كمان تكون أكيد. يعني شغلة جميلة وأيضا بسيطة، يمكن في هذا الصندوق الخشب كمان يمكن كل بيت بيحوي على صندوق خشب قديم شكله قديم، أنت كمان عم تسعي لحتى تعملي إعادة تدوير له وتخليه بحلة جديدة. هلأ هي الفكرة حاليا هي طالعة فكرة يعني مو على صعيد إذا بدنا نقول الشام أو على صعيد سوريا، هي فكرة عالمية، كيف نحن نحاول نخلي هي المخلفات أو التوالف اللي عندنا نستخدمها بطريقة كتير جمالية وراقية. يعني دائما المخلفات هي مو بس تكون مكب النفايات، ممكن تكون تحفة عندنا بالبيت قديمة بس نحاول نعيد إحيائها بجو مودرن جديد أو بحديث، يعني فبيطلع إخراجها كتير حلو. قديش من الجهد والوقت بيتطلب يمكن الشغل بالأمور اليدوية وخاصة ورق الجرايد؟ قديش بياخد وقت من اللي بده يتعلم هاي المهنة أو هاي يعني الهواية إذا بدنا نقول وعم تصير بعدين مهنة فعلا؟ هلا هذا الوقت هو مطلوب منهم ومن السيدات كآلية عمل، فيك تعتبريها هي لأول وهلة بتشوفي العمل بتحسيه صعب، هو سهل ممتنع صراحة، بس كل ما هنالك أنت بدك تحبي العمل اللي عم تتعلميه لحتى تطلعي بنتيجة حلوة. المدة ممكن تكون ضمن دورة مدتها 3 شهور، فأنت بتتعلمي عدة أفكار. هلا أنا حاليا جايبة فكرة أو اثنين بشغل الجرايد. هلا طبعا نحن عملنا منها علب محارم، عملنا صواني ضيافة، براويز واكسسوارات. لأي حدا بده يتبع هاي الدورات كيف بيقدر يتواصل معي؟ هلا أول شيء فيه يتواصل على رقمي، فيني أذكر رقمي 0988-036-158، وعندي صفحة هي صفحة للمجتمع متابعة اسمها فن ورقيات قلبة، من خلالها أنا برد طبعا على المسجات اللي بتجيني وبيتواصلوا معي. يعني نحن بنتشكرك لليوم، شكر وجودك معنا وبنتمنى لك كل التوفيق، ودائما يمكن السيدات السوريات بيبرزوا المهارات اللي عندهم بشوية شغل، دائما بتطلع الشغلات الحلوة يلي هن